طيب هذه جولة شاملة عن آلية إضافة الكورس وإضافة الليسن وإضافة السيرتيفيكيت والكويز، بعدين إضافتها لصفحة الكورسز هي هتكون آخر خطوة. فيفضل إن احنا نبدأ بالخطوات الأصغر، يعني هنبدأ بالسيرتيفيكيت، بعدين الكويز، بعدين الليسن، بعدين الكورس. تمام، هنبدأ بالسيرتيفيكيت. الهدف هيكون في هذا الـ يعني توتوريال ان احنا هنعمل كورس اسمه ديمو، تمام، بكل حاجة، بالليسن، بالكويز، بالكورسز. تمام، فأول حاجة هنسويها يعني نختار، نفتح تبويب جديد لإضافة نيو. يعني أنا هنا سويت رايت كليك عشان بس أفتح إيه في نيو تاب. تمام، هذه الشاشة حق إضافة سيرتيفيكيت جديدة. تمام، راح نسميها ديمو سيرتيفيكيت. تمام، طيب عشان ناخد الديزاين المعتمد اللي موجود، ممكن نفتح أي شهادة موجودة، نقول هذه مثلا. بعدين هنروح ل الكود اديتور فيو وناخذ الكود هنا كنترول A كامل، نروح على الشهادة الجديدة. تمام، نتأكد ان احنا موجودين في التكست فيو ونعمل بيست ونعمل ببلش. طبعا اوتوماتيك اللي هو على حسب التاج هيوديك على طول ايه على نفس الشاشه اللي هو السيرتيفيكيت بيلدر هذه. تمام، طبعا هنرجع هنا نقول له نبغى الفيجوال اديتور. طيب الشهاده فيها ثلاث اشياء تتغير هنا، فيها الصوره الخلفيه وفيها الاسم اسم الطالب وفيها الشهاده. طبعا اذا كان هيستخدم نفس القالب خلاص ما يحتاج نغير الصورة، ولكن اذا تبغى تغير الصورة ممكن تضغط عليها كده وتعمل ريبليس وبعدين تعمل اوبن ميديا لايبرري. وتروح لابلود، تختار مثلا خلينا نرجع نشوف شهادات اخرى مثلا كمثال هذه. نتحمل شوية بس. يلا خلينا نطلع وندخل تاني، يمكن علقت. نرجع هنا الستيكيت، نعمل ريبليس، اوبن ميديا لابري، ونخش على الميديا لابري نشوف اذا كانت اترفعت لسه ولا لا. شغال في ضعف النت. طيب خلاص تحملت، نضغط عليها سيلكت.
تمام، وهنلاحظ ايش انه تعمل لها ريبليس. تمام، ثاني حاجة حنيجي للاسم. طبعا الاسم هو عبارة عن ايش؟ عن لير داش كويز انفو. تمام، هياخد الكويز فورم فيلد، الكويز فورم فيلد، وهذا هنرجع له بعدين لما ايه، لما نخلص عمل الكويز. تمام، هنعرف ايش هو الاي دي حق الكاستم كود وايش هو الكويز اي دي. تمام، هنرجع له في اللاحقه، بس هنا الان احنا خلاص انشانا الشهاده وانتهينا من انشائها. تمام، الخانه الثانيه هنا اللي موجوده طبعا هنلونها. غير اللون هنا نخليه أبيض. نغير اللون كورس نيم هنا نخليه أبيض. تمام، وهنعمل أبديت. خلاص كده إنشاء الكورس انتهى. لما تخلص إنشاء الكورس هتضغط هنا باك تو سيرتيفيكيتس. الشاشة هذه طبعا نفس الفكرة، فهنقفلها خلاص ما نحتاجها. الحين رجعنا للسيرتيفيكيت، صار عندنا ديمو سيرتيفيكيت. طيب الشيء الثاني انه نحن هنروح نعمل كويز. طيب هنيجي نختار مثلا هذه الكويز. طبعا اسهل طريقة انه نحن نعمل كويز، نحن نعمل كلون الكويز اللي موجودة. تمام، فنيجي نعمل كلون، هناخد نسخة طبق الأصل منها. The cloning is طيب refresh. طيب هنعمل refresh عشان نشوف الكويز الجديد. هي هذه هي. تمام، وهنروح في الـ Quick Edit نغير اسمها نسميها ديمو كويز. وهناخد نفس الاسم في Slug. Slug هو له علاقة بالـ URL. وهنخش نعمل لها Edit. طيب الكويز اهم حاجه موجوده هي البيلدر سيتنج. طبعا هنا ما حنلمس اي حاجه، هنخش على البيلدر. تمام، هذه هي الاسئله، ممكن نتحكم في الاوردر تبعها بالاسهم هذه. تمام، ممكن ننزل نطلع. تمام، او ممكن نضيف سؤال جديد، وهنا حنضيف سؤال جديد عشان ايه كتجربه. تمام، هتخش على السؤال وهتضيف إجابات. Thank you.
بعد ما تم إضافة الإجابات حتختار إيش هو، إيش هي الإجابة الصحيحة، تمام؟ وبعد كده تعمل أبديت. طبعا تقدر تختار إذا كان حيكون multiple choice, free choice, sorting, matrix، هذه كلها أنواع من الإجابات، بس إحنا دائما بنستخدم الـ single choice والـ multiple choice. multiple choice هذه مثاله، هنا multiple choice الآن في إجابتين هي صحيحة، تمام، وهذا وضعها، طبعا هي إجابات تضيفها وخلاص، بعدين إيه تختار إنه هي multiple choice. هنعمل update. هنجي للـ settings. الـ settings أهم حاجة هنعدل إيش؟ إنه الـ auto start تكون start automatically، تمام، و start الـ restart quiz button، تمام، إنت تبغى تظهر أو لا. في عندك ستايتل، في اللي هو كم مرة، في عندك التايم ليميت هنا لو تبغى تضيف انابل كوست سيفنج أو ستارت. طيب في اللي هو كم مرة تقدر تعيد فيه؟ أحسن. ايوه restrict quiz retake، كم مره هتبغاه ياخذ الكويز، تمام. هنا هنخليها نحن مرتين عشان نجرب بس نشوف كيف الاليه حقها. طيب وفي هنا الكاستم فيلد، الكاستم فيلد هي اللي بتتحكم بعمليه الفيلد اللي هو الخاص باظهار الاسم في الشهاده، تمام. فهنا عشان عملنا لنا نحن دبليكيت فهي موجوده خلاص، تمام، ولكن هنحتاج نعرف الاي دي تبعها ونخليها required لازم، تمام. فالاي دي تبعها هذه 13، هنسجل انه الاي دي تبعها 13. طيب ايش الرقم الثاني اللي نحتاجه؟ الرقم الثاني نحتاج الرقم حق الكويز، نفس الكويز هذا. فين تحصل الرقم؟ تحصله في التايتل فوق جنب البوست، شايف بوست يساوي هذا الرقم، هتاخده. صار عندك معلومتين، صار عندك الاي دي حق الفيلد وعندك البوست او الكويز اي دي، تمام. هنعمل سيف وهنرجع كده، خلصنا خلصنا الكويز خلاص. خلي السيف يخلص. هنرجع باك، خلاص الكويز الآن جاهزة، تمام. هنرجع خطوة ورا للسيرتيفيكيت، ليش؟ بس عشان نضيف يعني نربط الكويز معها، تمام. هنيجي هنا نعدل السيرتيفيكيت، تمام. نعدل السيرتيفيكيت، هنروح للاسم، خانة الاسم وهي الحاجة الوحيدة اللي هنعدلها هنا. هنروح وندخل الفيلد اي دي، كم كان الفيلد اي دي؟ كان 13. وهندخل الفورم اي دي، الفورم اي دي كم كان؟ 5312، تمام. هذا هو الفورم اي دي اللي هو الكويز اي دي، تمام. ونعمل ابديت، خلاص كده تم ربط الشهاده هذه ب
الكويز اللي احنا عملناها، تمام؟ اساس ناخذ الفيلد حق الاسم. خلاص نرجع بعد كده، كده الكويز والشهاده جاهزين. باقي علينا الكورس والاسم، تمام؟ هنروح نضيف الكورس اول حاجه. هنروح لنفس الكورس اللي احنا نعمل له كلون، هنعمل كلون ليه. عن نفس الموضوع هيقول لك اعمل ريفرش، هتروح تعمل ريفرش. تمام، هو هنقول له هذا ديمو كورس. ديمو كورس، هناخد الاسم تاني برضو ونحطها هنا اساس اليور ال، نعمل ابديت. طبعا انا كيف جبت الفورم هذه، في حاجه اسمها كويك اديت تمسحها يخليك تعدل البيانات الاساسيه للكورس. نعمل ابديت وهنرجع هنا وهنخش على الكورس عشان نعدل البيانات اللي نحتاج نعدلها. طبعا معلش هنرجع وهناخد ال يعني هنعمل دبليكيت للتاب عشان في معلومة هنحتاجها. طيب لما تفتح الايديت حق الـ يعني حق الكورس، خش وتفتح ايش اللي هو يعني هتضغط على الجزئية هذه هيفتح لك على طول الاليمنتور اللي هو زي الفرونت بيج عشان تعدل الكونتنت حق الكورس. تمام، هذا الآن الكورس وهذا الكونتنت تبعه. طبعا لاحظ الدروس انت ما تتحكم من يعني فيها من هنا، ولكن هنا هتضيف الاستاتيك كونتنت، تبغى تضيف صورة مختلفة، تبغى تضيف تعديل في النص، تعديل هنا، تقدر تعدل كل الكلام اللي هنا. تمام، نرجع اكزيت. طيب الكورس الان موجود، نفتح الكورس الثاني بس عشان نغير في الإعدادات. طيب شوف هنا في جزئية البلدر، هنا تقدر تتحكم إذا كنت بضيف دروس، تمام؟ الدروس اللي حضيفها وحنرجع لها، تمام؟ وبرضو هنا موضوع الشهادة، تمام؟ حنرجع لهذا الشيء، بس خلينا إيش نروح نضيف الدرس أول حاجة وبعدين نرجع نكمل في الإعدادات حق الكورس. هنروح للدروس،
لاحظ ان احنا بنروح من قسم لقسم لانه في ارتباطات بينها وفي اشياء معتمدة على الاخرى. فهنا هنعمل كلون للسن هذه، بعد كده هنعمل ريفرش. وهنعمل كويك اديت ديمو لسن. ابديت تمام. هنعمل اديت نيو تاب عشان ما نضيع الداشبورد بنفس الطريقة حق الكورس. برضو عندك سيتينجز وعندك ايه انك انت تفتح المنتور وتعدل عليه. تمام. من اهم الروابط اللي موجودة في الليسن اللي احنا هنحتاجها الحين لما نفتح المنتور الحين، اول حاجة تمام. هي ما طلعت تمام. هنرجع لسنس القديمة ناخذ منين؟ نروح نعمل كود اديتور كود فيو. هنا ما بيعطيني امكانية الاديت. خلينا نشوف لو فتحت الـ Elementor هنا كيف هيطلع. شكرا. نعمل فيو لسن نشوف كيف يطلع.
احنا هنحذف دول. وهنعمل كلون لهذه، هي هذه، انا عشان كذا مش طالع تمام. هذه اللي المفروض نعملها كلون. تمام، خش هنا، هنغير الاسم وهنعمل ابديت. نقفل هذه وهنفتح هذه اديت، وهنشوف الحين هتطلع بالشاشات اللي احنا ايه اللي احنا سويناها اول. هذيك باين عليها الشاشات القديمة. طيب نطلع من ال نخش فيجوال اديتور ونفتح بالضغطة واحدة كده، هتفتح الاليمنتر على طول. مش معروف ايش يعني. طيب ايش اللي هنسويه؟ المفروض ناخذ الكونتنت اللي هنا. هل يمدينا ناخذ كل هذا؟ نشوف. بس نخش على الإليمنتور
طيب هنا أشوف عملية الكوبي ما قاعدة تزبط، فهنشوف حل تاني. هنحذف الديمو. وهنفتح نفس الكورس الأساسي، وهنعمل له سيف از تمبلت، بحيث ان احنا نقدر ايش نعمل له ريتريف. نروح هنا هنفتح الإليمنتور، عملية الكلون ما بتاخد الكود بشكل سليم، فهنستخدم الإليمنتور نفسه في عملية الكود. طيب هنيجي هنا نعمل سيف اس تمبلت، نقول سيف يور بيج تو لايبرري، هنقول له هنا لسن تمبلت. هنا بس التمبلت، طيب خلاص احنا عملنا له سيف الان. هنقفل هذه، نعمل سيف كده، بعدين هنقفلها كلها وهنعمل كلون. وهنعمل edit. نفتحها بال Elementor. طيب هنجي هنا في النافيجيتور، نأشر كده على هذه، وهنحذف كل شيء موجود، نضغط اكس، خلاص كده حذفنا كل حاجة، تمام؟ وهنعمل سيف. الشيء الثاني هنجي نضيف، هنضيف من التمبلت، فين التمبلت؟ تمبلت هنا and this section.
نهدر كذا. ايوه طبعا من هنا تمام. انا اضغط على الفولدر هذه اد تمبلت، وهنروح هنا ماي تمبلتس، وهنختار ايش اللي هو الليسن تمبلت هذه، نعمل انسرت ابلاي. خلاص نضاف الدهين. نفتح هذه عشان ناخذ الزر، الزر هنا ما طلع زي الناس. ناخذ الزر نفتح الاليمنتور. هو ثقيل ياخذه. ناخذ الزر هذا، ناخذ كله زينة، ناخذ بس، ناخذ هذه. خلاص تمام، صار الكويز الان. كيف حنجيب الرابط حق الكويز؟ حنروح هنا، حنروح للكويزز تمام، وحنروح للديمو، حتاخد الرابط حق الفيو كوبي لينك، يعني الرابط نفسه حق الفيو هذا حتاخده كوبي، او انك ممكن تفتح الصفحة وبعدين تاخد كوبي من الادرس تمام. وهتروح للديمو ليسن، هتضغط على الكويز، وهتغير ايش؟ هتغير الرابط. طبعا يفضل انك انت تشيل الدومين تمام، اساس يكون اللينك ريليتيف، ما يكون ايش، ما يكون كومبليت تمام. كلها صح يعني، حتى ممكن لو ضفت الرابط كله كلها صح. تعمل ابديت، خلاص الآن الليسون يعتبر جاهز تمام. هنقفل، نقفل هذه برضو. هنروح وين؟ هنروح للكورس الآن. هنجي على الكورس، هنروح للديبو كورس، نفتحه
وحنروح للسكشن اللي هو البلدر. البلدر هنا حنهدف هذه طبعا موجودة لأنه منسوخة كانت، وحنضيف نيو كويز أو نجيب الكوز من هنا. ايه شوف ديمو لسن، تمام، اضغط عليها تأشر عليها وتضيف اد، تمام. وبالنسبة للكويز هاي الديمو كويز هنضيفها برضو، ايش هتطلع تحت. نعمل سيف، نعمل ريفرش عشان نشوف التعديلات هذه صارت ولا لا. بلدر الكويز هنا هي تحت، فنخليها برا الفاينل دروب هنا خلاص، تمام. الكويز يكون في الفاينل هنا واللسن هنا يكون، ونعمل سيف خلاص. الآن صار عندنا الديمو كورس، الديمو كورس هذا فيه الديمو لسن وفيه الديمو كويز. آخر حاجة في سيتنجز هنا هنضيف الشهادة، نقفل هنا ونضيف الديمو سيرتيفيكيت، تمام. ونوع الكورس هيكون اوبن، وهنعمل ابديت. خلاص كده احنا خلصنا، صار في كورس وليسن وكويز. الان هنعمل تيستينج، هنيجي للكورسز ديمو كورس، يعني هنفتح الكورس هذا عن طريق الاوبن نيو تاب. هنحصل الكورس هذا موجود لسه زيرو كومبليتد، وفيه لسن واحد ضغط عليه. هنحصل بياناته موجودة، التيك كويز موجود، هنضغط عليه، تمام. هنجاوب على الأسئلة هي الكويز هنا فرايدي الإجابة، وبعد كده هنضيف الاسم بيطلع على الشهادة. فينش، نروح نضغط ايش continue to course page، تمام. خلاص الشهادة موجودة، تقدر تطبعها على نفس التصميم اللي احنا عملناه اللي هو الباك جراوند الأسود، تمام. اهو طلعت الكورس، البيانات مش طالعة ليش؟ خلينا نشوف، نرجع للسيرتيفيكيت ديمو سيرتيفيكيت نعدل عليها ونشوف ايش ما طلعت. اوكي، هنا اللون ابيض 13، نحن اضفنا الرقم هنا. طيب هنشوف الكويس رقمها كم، رقم الكويس هنا شوف هي هتطلع في اليو ار ال 5312 تحت في اليورل، قاعد تطلع
تمام، او ممكن هنا في الايديت ممكن هذا لو تبغى تفتحها هيطلع لك الرقم فوق. تمام، هنرجع للسيرتيفيكيت وهنروح في الكويز اي دي، احنا غلطنا حطيناها فوق في الفورمات كويز اي دي ونعمل ابديت. تمام، الان لو عملنا ريفرش هنحصل انه طلعت خلاص. تمام، في وزنية لازم مثلا ديمو كورس هو طالع مثلا مرتفع شوية، كيف هنعمل الوزنية هذه؟ هنروح للكورس عفوا السيرتيفيكيت، هتحصل فيه تو بلوكس هنا، البلوكس هذه هي سبيسر، هي بس هتضيف مسافة. تمام، فأنت هتكبرها، هنكبرها مثلا نخليها 55 ونعمل أبديت وتروح تعمل ريفرش للسيرتيفيكيت وتشوف هل نزلت بالمستوى المطلوب ولا لا. لا برضه هنزودها كمان، هنخليها مثلا 70. تمام، ونعمل ابديت، لحظة بس كده، يلا ابديت، هنجي هنا هنضغط ريفرش. تمام، خلاص كده صارت ايش؟ كمان تكة خليها 75، نعمل ابديت بس تطلع ايش مطابقة اللي فوق. خلاص تمام، الآن الشهادة صارت جاهزة والكورس تمام، كل شيء يعني 100%. تمام، هذه لمحة يعني مختصرة انك انت كيف تضيف كورس، كيف تضيف ليسن وكويز وسيرتيفيكيت.